السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وحصري على قناتكم مدرسة السبامرز. سنتطرق اليوم ضمن دورة الربح من الانترنت إلى كيفية جني بعض الضرورات اليومية. طبعا طريقة الاشتغال لليوم تعتمد على موقع جديد لاختصار الروابط. فالطريقة الأولى للاشتغال هي عن طريق اختصار الرابط الخاص بك وجلب الزيارات. طبعا إن كنت شخص بخيل ولا تريد أن تبذل أي جهد في هذا الموقع، سأتيح لك رابط لموقع يقوم الأشخاص فيه بتبادل الزيارات. طبعا الزيارات حقيقية، بمعنى أن الأشخاص يقومون بالدخول إلى رابط شخص آخر ويتحصل على نقاط، ثم يقوم بتحويل تلك النقاط إلى زيارات وتحصل على زيارات حقيقية، يعني لكي لا تتعب نفسك. أما إذا أردت أن تبذل مجهود بالطبع وتتحصل على ضعف المبلغ، يمكنك اختصار الرابط ونشره في المجموعات. سأتيح لكم موقع يقوم بالنشر أوتوماتيكيا، لست مجبر بأن تتعب نفسك، فقط أنت ستختار الطريقة المثالية التي ستشتغل فيها. أما بالنسبة للطريقة الثانية التي يتيحها الموقع، فيتيح لك الموقع أن تقوم بإنشاء فيديو تجلب فقط 1000 زائر و20 شخص عبر رابط الإحالة الخاص بك. بمعنى أنك ستقوم بإنشاء فيديو مهما كان، إن كنت ليس لديك قناة يمكنك أن تنشئ قناة حاليا وتقوم يعني وضع أي بانر للقناة ثم تكتب عليها قناة الأرباح أو مثل هذا الشيء. أنت ستختار هنا اسم القناة الخاصة بك. طبعا هذه طريقة أنصحكم بها، وأنا حصريا يعني استعملت مثل هذه الطرق يعني قديمة وجلبت الكثير من الزوار، لأن الأشخاص لا يبحثون على فيديوهات التقنية، مكثرهم يبحثون على طرق الربح يعني من الانترنت. يعني هذه الطرق التي سأتيح لكم في الشرح التالي. والآن لم تكن مشترك بالقناة من قبل، فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. والآن نترككم مع الفاصل التالي. في البداية سنقوم بالتوجه إلى هذا الموقع المسمى بكات إيرن. ستجدون الرابط الخاص به مرفق أسفل الفيديو. فطريقتين للاشتغال في هذا اليوم تعتمد أولا على أن تقوم باختصار الرابط الخاص بك وتقوم بنشره في الجروبات. إن أردت أن تجذب يعني أكثر زوار، سأتيح لك موقع لتبادل الزيارات لروابط الحال الخاص بك. إن لم يكن طبعا لديك مدونة أو هذا الشيء، سيتيح لك هذا الموقع أن تضاعف الأرباح الخاص بك. لكن أؤكد عليك، إن أردت أن تربح من الإنترنت يجب عليك إنشاء مدونة. فإن أردتم أن أقوم بإنشاء دورة كاملة وشاملة لكيفية إنشاء مدونة ربحية. بالنسبة للمدونات الربحية، يجب عليك أن تختص إما في الألعاب أو يعني في الأفلام، لأن هذه المدونات التي تجلب الزوار. ركز معي صديقي الكريم، إن أردت تحقيق الربح يجب عليك أن تتحصل أولا وأن يعني تستعمل إما يعني فيديوهات عن الكرة أو يعني فيديوهات عن الأفلام أو فيديوهات عن الألعاب. يعني هذه الطرق التي تجذب لك زوار. طبعا هنا سنقوم بشرح مفصل للموقع. هنا سنشاهد كم يدفع الموقع على 1000 زائر. انت لست مطالب بان تشتغل في هذا الموقع، فقط انا اؤكد لك ان تستعمل الطريقه الثانيه التي ستتيح لك جني الدولارات. بمعنى انك لن تتعب نفسك في هذا الموقع، وان كان السي بي ام للدول العربيه منخفض، هنالك مواقع اخرى يعني يصل السي بي ام الى 6 دولارات. بمعنى انك لن تتعب نفسك في الاشتغال في هذا الموقع. لكن ان اردت ان تشتغل وتربح من هذا الموقع، يعني يجب عليك الاعتماد على الطريقه الثانيه التي اشرحها. الطريقه الثانيه التي ساشرحها تعتمد على ان تقوم بانشاء فيديو وتقوم باشهار القناه. طبعا سنتطرق بعد قليل الى تلك الطريقه. في البدايه سنقوم بالدخول الى هنا لنشاهد ان الموقع صادق وموثوق، وهنا ستشاهدون اثباتات الدفع للموقع، يعني الموقع جديد وصادق وموثوق. طبعا هنا ان لم يكن لديك حساب في هذا الموقع، سنقوم بالعوده هكذا الى هذه النافذه وتنقر كريت اكاونت. تقوم هنا بانشاء الحساب الخاص بك. اؤكد لك صديقي الكريم انك ستربح من هذا الموقع ان شاء الله. طبعا انت مطالب هنا بان تقوم بالتسجيل. هنا ستقوم بوضع اليوزر نيم الخاص بك. تختار اي يوزر نيم، اي اسم تختاره هنا. انا قمت بالتسجيل من قبل. هنا ستضع على الايميل الخاص بك، ثم هنا تقوم بادخال كلمه السر وتعيد ادخال كلمه السر في هذه النافذه، ثم تنقر على سوبمايت. طبعا هنا انا قمت بالتسجيل من قبل، ساعود الى الموقع لافتح الحساب الخاص بي. هنا بعد ان تقوم بانشاء الحساب الخاص بك، تقوم بالولوج الى هذه النافذه ثم تنقر على سين ان. تنتظر اللحظة هذه وجهت الموقع صديقي الكريم. أنت في البداية مطالب إما أن تشتغل بالطريقة الأولى وهي عن طريق اختصار الروابط، لكن أعتقد أن الأشخاص هنالك مواقع أخرى طبعا تتيح لك السي بي إم مرتفع، يعني ستتيح لك المواقع الأخرى أرباح عالية. لكن الميزة الرائعة في هذا الموقع كما تشاهدون، هناك ما يقول لكل قناة على اليوتيوب خاصة بالتقنية لديها الحق بربح معنا، وذلك بشرح الموقع. بمعنى ستقوم أنت كشخص بأن تشرح الموقع. هنا انظر ماذا يقول، اربح من 5 دولار حتى 20 دولار عبر شرح موقعنا. يعني يمكنك أن تربح من 5 دولارات إلى 20 دولار، وهذا يعتمد يعني على الزيارات أو عن طريق يعني الروابط الإحالة أو الأشخاص الذي دخلوا عبر رابط الإحالة الخاص بك. بمعنى في كلتا الحالتين أنت ستربح من الموقع. ماذا ستخسر إن قمت بالاشتغال في هذا الموقع؟
وأن تتبع الطريقة التي سأريها لك. أنت لن تخسر شيء من الموقع، فهو يعني لن تتعب نفسك، فقط ستقوم بإنشاء فيديو، لن تتعب نفسك صديقي الكريم. أنت ستقوم بتنصيب أي برنامج للريكورد، ثم تقوم يعني شرح أي موقع، يعني لن تستعمل مايكروفون احترافي أو ماذا شيء، لأنني كذلك ما زلت حاليا لا أستعمل أي شيء احترافي. يعني أنت مطالب فقط بأن تنشأ فيديو ثم تقوم بالإشهار له لهذا الموقع. وفي صورة ما إن أردت أن تشتغل في هذا الموقع، سأريكم أو سأقوم بشرح تبسيطي للموقع. هنا يمكنك اختصار الرابط الخاص بك. مثلا أنت لديك رابط، يعني بعد أن قمت بإنشاء المدونة الخاص بك، المدونة الألعاب أو مدونة الأفلام أو مدونة، يعني ستختار أنت مدونة ثقافية، لأن هذه الطرق ستجذب الزوار. لكن أركز صديقي الكريم، ستقوم بإنشاء مدونة فقط للكرة، الكرة هي من تجذب الزوار أو المشاهدات. ركز معي في هذه النقطة، لن تقوم يعني إنشاء مدونة تقنية أو من القبيل، لأنك لن تجذب الزوار، لأن هنالك الكثير من القنوات التقنية وهنالك الكثير من الفيديوهات. فقط تقوم بإنشاء مدونة يعني الكرة. كما تشاهدون في اليوتيوب، هنالك الكثير من الأشخاص ما يربحون فقط عن طريق نشر فيديوهات للكرة، يعني لا يعملون شيء، فقط يقومون بنشر تلك الفيديوهات ويتحصلون على الكثير من المشاهدات بطرق بسيطة وليس فيها احترافية. أنت في البداية ستقوم باختصار الرابط الخاص بك هنا، يعني إن أردت الاشتغال في الموقع تقوم بجلب الرابط الخاص بك، وبعد إنشائك للمدونة الخاصة بك، يعني تقوم بإحضار الرابط الخاص بك لذلك الموضوع، تقوم هنا باختصاره ثم تقرأ على شورتن أو اختصار. كما تشاهدون، إن أردت الاشتغال في هذا الموقع، ولكن يمكنك اشتغال من مواقع أخرى طبعا، والربح طبعا لأن CPM في مواقع أخرى مرتفع أكثر من هذا الموقع. لكن أعتقد أن هذا الشخص سيقوم بالترفيع في CPM عندما يصبح الفاليو الخاص بالموقع أو قيمة الموقع يعني مرتفعة، سيقوم بالترفيع في CPM عندما يكثر الاشتغال في هذا الموقع. هذا هنا يعني تقوم باختصار الرابط الخاص بك. بالنسبة هنا يعني عندما تجميع الأموال الخاص بك، يمكنك النقاء على withdraw ثم تقوم بتحويل الأموال الخاص بك. قبل تحويل الأموال الخاص بك، ستقوم هنا طبعا بدخول إلى بروفايل الخاص بك، تقوم يعني إدخال البيانات الخاصة بك، يعني إن كان لديك PayPal هنا تقوم بإدخال البيلينج أدرس الخاصة بالبيبال أو البيتكوين. كما تشاهدون يتيح على الموقع البيتكوين أو البيبال. أنا لا أنصحك باستعمال طبعا في هذا الموقع لأنه ما زال جديد، لكن أنا أؤكد عليك أن تقوم بإنشاء فيديو. صديقي الكريم، يمكنك أن تربح هذه الدولارات بطريقة بسيطة وليس فيها شيء. هناك كثير من الأشخاص من يقومون بإنزال فيديوهات يعني ليس فيها احترافية، فقط تقوم بنشر لهذا الموقع فقط. طبعا هنا سنتطرق ثانيا للطريقة التي يمكنك الربح عبرها، وهي ستصل إلى 20 دولار. في البداية نعود إلى الدخول إلى الموقع، وهو موقع CatEarn. ننقل ماي اكاونت. كما تشاهدون، ليس بالامر الصعب صديقي الكريم، يمكنك ان تربح وستربح معي ان شاء الله. ننقل على ماي اكاونت. كما تشاهدون، هذه النافذة او الطريقة الثانية التي ستتيح لك الربح، بمعنى انك ستجذب 1000 زائر كما تشاهدون، وعلى الاقل 20 عضو مسجل عبر الريفيرال او عبر رابط الاحالة الخاصة بك يكونون فعالين. ركز معي هنا، وإذا توفرت هذه الشروط، يعني إن قمت بجلب 1000 زائر والعشرون رابط إحالة، يعني يمكنك جلبه على أقل حتى 50 شخص، والمشاهدات ستصل على أقل إلى 5000 أو 6000. فقط أنت هنا ستعتمد يعني على البانر الخاص بك، يعني الفيديو الخاص بك. يعني يجب طبعا أن تركز في ماذا تقوم. هنا ستقوم بالتواصل معهم وتعطيهم رابط الفيديو، وسيرسلون إليك الدولارات إلى الباي بال الخاص بك. يعني صديقي الكريم، هذه الطريقة حصرية يمكنك الربح منها أو يمكنك استغلاله حاليا. ما دام الموقع ليس مشهور، يمكنك استغلال هذه الطريقة لكي تربح الدولارات. هناك قنوات أخرى تقنية تستغل مثل هذه الطرق لكي تربح عبرك أنت وعبري أنا وعبر الكثير من الأشخاص. يعني هذه الطريقة يمكنك الربح أنت كذلك. يعني هنا هذه هي الطريقة التي أردت أن أشارككم إياها لكي يستفيد الجميع ولكي يستغل الجميع. يعني هذه الطرق. كذلك إن كان لديكم يعني رابط إحالة، يمكنكم استغلال هذا الرابط الإحالة الخاص بك. تقوم أنت هنا يعني بالدخول إلى الريفيرال ثم رابط إحالة، وتقوم بنشر وتجربة العشرون زائر. يعني أنت لديك أصدقاء كثير في فيسبوك، يمكنك أن تجذب الزوار وستحصل كذلك إن شاء الله على هذه الدولارات اليومية بهذه الطريقة البسيطة. وإلى هنا متابعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية الفيديو. فإن كنتم زوار جدد أو لا تعرفون قناة من قبل، ندعوكم للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لك. كذلك ندعوكم لمشاهدة الفيديوهات التقنية أو الفيديوهات الربحية في قناتنا. هناك كثير من الفيديوهات التي ستفيدك في مسيرتك الربحية، يمكنك الاستفادة من هذه الفيديوهات، ويجب عليك الآن أن تشاهد بعض من هذه الفيديوهات. والآن أترككم في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة من مدرسة سبامرز. We'll be right back.